وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الذين في قلوبهم مرض مش هون مش المنافقين، المنافقين في قلوبهم مرض، وفي ناس تانين مرات تجدهم بنصتوا للمنافقين في مجتمعنا ما بتلاحظوش، في منافقين وفي ناس بتقيهم بسمعوا لهم وبيستجيبوا لهم مع انه هذولاك منافقين وقلوبهم مظلمة بالكفر والشرك و و و والإلحاد، واللي بيسمعوا لهم ناس مؤمنين وبجوز بيقوموا الليل كمان، بس في قلوبهم مرض من ناحية اشي معين. عجيب البشر، عجيب، في قلبه مرض. مش قال الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم؟ كان في المسلمين سماعين للمنافقين، بيسمعوا للمنافقين وبتبعوهم، بيسمعوا للمنافقين وبتبعوهم، مؤمنين مؤمنين وبيسمعوا وبتبعوا. موجود اليوم هذا الكلام انه في مؤمنين بيسمعوا للمنافقين وبيحبوهم وبتبعوهم؟ بيكون في عنده مرض. وين هالمرض هذا وايش علاجه؟ ايش علاجه؟ ممكن بتعالج، تبعت كيف؟ بس نعرف وين علاجه. في علاجهم مرات الضعف، في علاجهم التقليد، في علاجهم المصالح المصالح، في علاجهم انه هو بده هيك، بده حدا يحميه، فهمتوا علي كيف؟ في بده حدا يقدره، مش لاقي حدا يقدره ويحترمه، هذا بيحترمه. في ناس مدخل، على فكرة المدخل إلهم مشان تكتسبهم بيكون هو يعني احترمه هيك وكبره، بروح معك وين مكان ولو على ضلال، لأنه احترمته أنت وكل ولا حدا سائل فيه. إذا المرض شو أسبابه؟ المرض أشياء كثيرة، في جهل أحيانا، نتيجة الجهل معلومات قاصرة، تفاصيل طويلة. إذا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، إيش رح يقولوا هذول؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ طيب عليها 19، شوف هناك عليها إيش؟ ملائكة غلاظ شداد، غلاظ فهمنا، شداد فهمنا. طيب عليها 19، هي نفسها النار، عليها 19. ايش يعني؟ طب لو كانوا 20 بخوفوا اكتر، طب لو كانوا 1000 بخوفوا اكتر، 19 يعني شو؟ ايش افرقت عن 18؟ ايش افرقت عن 18؟ طب و20 ليش؟ ليش مش 20؟ هون بصير في خوض في ايش؟ طيب فهمنا، غلاظ الها مثل، شداد الها مثل، 19 وين مثلها يا اخوي في الواقع؟ انو اللي راح يخوض بهالطريقه هاي؟ مش تقولوا عني انا في قلبي مرض، لا بدي افسر انا. اذا بروح ذهنهم وين؟ في مفهوم العدد هذا، في مفهوم العدد، وش يعني؟ لانه ما بيصدقوا اهل النفاق واللي في قلوبهم مرض انه يجدوا ثغره هيك. هون بيوجدوا في العقل البشري ثغرة، تعالوا شو يعني 19؟ شو يعني 19؟ ما فهمناش، هددنا يعني، هددنا بال 19، كان هددنا بال 35، هيك بصيروا. طب شو أفرقت 35 عن 19؟ ولا شيء. طب ايش يعني؟ ايه شو وين مثلها؟ وين مثلها في الواقع؟ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فلاحظوا انشغالهم في موضوع الشبهة، انشغالهم في إنهم هم معنيين يبطلوا المسألة، معنيين يشككوا الناس، معنيين يثبتوا إنهم هم يعني على بينة من أمرهم لما كانوا ملحدين أو رح يشغلهم عن معرفة الحقيقة. لكن أهل الإيمان بوقفوا بيقولوا ما قالها الحكيم العليم خالق السماوات والأرض إلا وراها سر. طب لما أنت تقول وراها سر وتطرحها من أجل أنك تبحث فيها توصل؟ توصل. هذاك بوصل؟ هذاك بيظلوا في دائرة إيش؟ 18 19 21 35. الكافر واللي في قلبه مرض بيظل في أي دائرة؟ في دائرة ماذا أراد الله بهذا مثلا. بخرج بنتيجة؟ بخرجش. المؤمن إذا قدم بهالمقدمة انه طالما الذي يتكلم الحكيم العليم خالق السماوات والأرض بوصل، بوصل وبتتكشف له الأسرار.
لأنه راح تشوفوا بعد شوي إنها لا إحدى الكبر. هاي من القضايا الضخمة، هاي القضايا الضخمة في حياة البشر في الدنيا قبل الآخرة. الكافر كيف بده يفهم أنها من القضايا الضخمة وهو عم بيدور في دائرة ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شو بده يعرفه؟ خليهم. إذن هذه من ضمن فتنتهم على فكرة، من ضمن فتنتهم ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك على هذه الهيئة وبهذا الشكل يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. في ناس بيهتدوا بوصلوا، لاحظ أعطى إشارة اهتدى بها ناس، الإشارة نفسها أضلت ناس. واليوم بتجدوا على فكرة طريقة خوض الملاحدة أحيانا الكفار والعلمانيين بطريقة ما بيصدقوا، وانت يلاقوا شغلة يلقوها مس مشان يقنعوا أنفسهم إنهم هم يعني ما آمنوش نتيجة كذا وكذا، بكونوا صادقين عادي ولا كيف؟ طيب الآن كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء على هذه الصورة، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، ذكرى للبشرية. قلنا فإنه الآية القرآنية بتقول لابد أن يبدأ الأمر فتنة في الكفار. سؤال، لما شرحنا في درس ماضي في القرن 19 ظهر العدد 19 فتنة عند الكفار ونشأت البهائية اللي الآن أتباعها 5 ملايين في العالم كانوا بينتموا لأديان شتى، إشي يهودي إشي مسيحي إشي أصلا مسلم، وبيقدسوا العدد 19 وتفاصيل في البهائية، ويقوم البهائية تشريعاتها كلها على موضوع على مسألة العدد 19 موجود. عجيب كيف حصلت هالصدفة هاي؟ شو هالصدفة هاي؟ تنشأ جماعة تكفر وتقدس العدد 19 في القرن 19. طيب ممتاز، صدفة؟ لا ما هيش صدفة، هو الله قال لك بدي أجعل العدد 19 فتنة للكفار. طيب لإيش؟ من أجل أنه نوصل للإشي اللي قلنا، الأربعة اللي قلناها، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب. إذن هذا سيأتي في مرحلة استيقان أهل الكتاب والإيمان، إيمان المؤمنين بيزداد، وقضاء على الريبة والشك وخلصنا، صارت العصور القديمة ورانا نتيجة العدد 19.